في خضم احتفالات السودانيين بالذكرى 64 لاستقلال بلادهم والذكرى الأولى لثورة ديسمبر التي غيرت نظام الحكم في السودان أواسط العام المنصرم، فإن أبناء الجالية السودانية المقيمين بالبلاد بالتنسيق مع سفارة بلادهم احتفوا بذكرى انتصارهم وإخراجهم الاستعمار الإنجليزي الأول من يناير عام 56 و900 وألف. احتفالات السودانيين هذا العام أخذت شعار ثورة ديسمبر 2018 حرية سلام وعدالة. رئيس الجالية السودانية توفيق خليل ديغول قال إن الاحتفال هذا العام جاء مميزا عن سابقاته، إذ في حينه تدخل السودان مرحلة جديدة من الانفتاح. يأتي احتفالنا لهذا العام مميزا لكونه يقترن باحتفالنا أيضا للذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة. هذه الثورة التي قدم فيها السودانيون شيبا وشبابا، نساء لا بل أطفالا، درسا جديدا في التضحيات بالأرواح وبالغالي والنفيس، بذلوا فيها كل مرتخص ونفيس من أجل أن ينعم شعبنا بالحرية والكرامة. من جهته القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان صادق الفاضل بيّن أن تضحيات أبناء السودان لطالما كانت ناجحة في تحقيق غاياتها، وأكد على متانة العلاقة بين البلدين ودور تشاد في حل قضايا سودانية كثيرة. من خلال هذا الحفل الذي درجت الجالية السودانية بدولة تشاد على إقامته، نقدم التهنئة بذكرى المناسبتين معا لقيادة وحكومة شعب السودان ولكل أبناء السودان في دول المهجر، ونخص بذلك الجالية السودانية بكافة ربوع جمهورية تشاد. ولعل العلاقات السودانية التشادية هي خير شاهد على ذلك، فقد شهد العام 2019 زيارات عدة متبادلة لقيادات البلدين على كافة المستويات، تم التأكيد فيها أن البلدين ماضيان في المزيد من التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي. وشهدت احتفالات الجالية فقرات غناء عديدة أحياها فنانون السودانيون كلها تحاكي عظمة وطنهم السودان ومن قضوا من شيبها وشبابها ونسائها سعيا إلى تحريرها من الاستعمار.